طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا منتمي لفلان جهة، لا تحاكي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق لقنينة ينحكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم نريد نتحدث حول موضوع إصدار القضاء في محافظة النجف قرارا يقضي بالسجن لست سنوات على الضابطين سامي الشبلي وحسنين الركابي، واللذين قاما باعتقال متهم إيراني وتوقيفه بتهمة السرقة، وتوفي المتهم أثناء التحقيق. هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات، لماذا يتم السكوت وغض الطرف عن آلاف الحالات من التعذيب والموت في صفوف المعتقلين العراقيين أثناء التحقيق في السجون، ويتم التحقيق بل وسرعة اتخاذ القرار بسجن ضابطين لأن الشخص الذي توفي هو إيراني أثناء التحقيق؟ يا ترى لو كان عراقي هل كان القضاء يتخذ نفس القرار بحق الضابطين؟ طبعا نترك الإجابة لكم أعزائي المشاهدين. لماذا لا يقوم القضاء في العراق بتعجيل وحسم ملف آلاف المعتقلين الأبرياء، أقول الأبرياء الذين اعتقلوا بسبب الوشاية وبسبب المخبر السري وتشابه الأسماء أو انتزاع الاعترافات تحت التعذيب؟ لماذا لا تقوم وزارة العدل والقضاة في العراق بتحسين أحوال السجناء والسجينات والأطفال في السجون العراقية؟ خلونا نشوف المقطع الأول اللي يوضح تظاهرات لأهالي الضابطين في النجف رافضين قرار السجن بحق الضابطين، واثنين من المواطنين أثناء المقطع راح نشوفهم يتساءلون هذا لو كان عراقي كان تم إصدار هذا القرار. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. شوفوا عمي دولة الناس اجوا على مود عقيل سامي نقيب حسن الركاب، لا انا ايراني، شوفوا لا انا ايراني الحكم هاي الوالد، والله لو عراقي ما حد يتحرك قلبي، والله لو عراقي ولا واحد طالبي ولا واحد، من العلم الايراني اللي اسمه تاجر مال مخدرات وكريستال، وبكربلاء وبالنجف وعندهم خليه كامله يتاجرون بالمخدرات والكريستال، ورزقوهم ثلاث ضباط شيعي ايراني حاكموه 6 سنين لان ضباط شرفاء ونزاهه. نعم، معنا اتصال من النجف ابو نور. تفضل ابو نور، شنو تعليقك على الموضوع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. سلامي إليك والجميع مشاهد. حياك الله يا أهلا بك. أهلا وسهلا بك. الله اللي محييك، الله اللي محييك حبيبي. يا أهلا بك. حبيبي عمر، يعني نعم. هذا الموضوع أنا عندي تفاصيل عنه. تفضل بالله. هذا الموضوع موضوع يعني أعتقد أنه التراس من وزارة الخارجية العراقية بالنسبة للمعتقلين العراقيين. أما المعتقلين الإيرانيين هذا اللي اعتقلوا وصلوا بالسجن مو؟ فاكو من تعاله، اكو من اجى وقال ليش هذا مواطن إيراني مات؟ أما العراقيين اللي جاي يموتون بالسجن فاعتقد وزارة الخارجية متماهية. فأنت أحمل مسؤولية وزارة الخارجية. بس القرار أصدرته وزارة العدل، يعني أنت برأيك أنه وزارة الخارجية ضغطت على وزارة العدل حتى تصدر هذا القرار؟ اي نعم 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 نعم
نعم حبيبي، احنا هنا ماكو يعني ما حد جاء يدعي للعراقيين، يعني هي تتصور بس هذه سالفه اللي جاي يموتون المعتقلين، والتعامل السيء هناك بايران، التعامل السيء الى ابعد الحدود. يعني انا من احكي لك رايح لهناك، مو احكي لك شو اسمه، تعامل سيء. وما حد اذا تروح للمراكز الشرطه الايرانيه وتريد تشتكي على ايران بيشكوك، ما ابد بيشكوك، يقول لك تفضل روح هاي انت وياه. اما هنا يشكوهم وياخذون حقه. فانا اعتقد التماعي من وزاره الخارجيه. نعم زين. والسفاره نعم. العراقيه يعني نعم. يعني يعني الـ الاخبار اللي وصلتك انه ايران متدخله بالموضوع؟ طبعا 100% اخي، شو متدخل؟ مواطن، هذا مواطنه، شو تتدخل؟ احنا مواطنينا لا شيء عندهم جماعتنا السفاره العراقيه، يعني من يروح لهم ويشتكي على ايراني ما يشكوا اخي، ما يشكوا. انا من احكي لك يعني شايف، انا رايح وانا بنفسي، مو يعني احكي لك ادله لا والله فلان سولفني او فلان سولفني. زين بالله ابو نور، كم عراقي راح لايران اللي راحوا للعلاج هذه الفتره الاخيره سمعنا بيهم؟ كم واحد تسلب وانقتل؟ سمعنا شفنا القضاء الايراني حاكم ذولا؟ لا لا، لو الحكومه بالعراق طالبت بدمهم. انا اقول لك، انا قبل 10 ايام جيت من ايران اخي. اي نعم. تسمعني لو ما تسمعني؟ نعم تفضل. كذا هذا يشهد علي اول. قبل 10 ايام اجيت من ايران. زين، اما هناك السكوت تسكت، من يردون يسلبوك ومن يردون ياخذون فلوس العراقيين. انقطع اتصال مع ابو نور من النجف. خلونا نشوف مقطع اخر من تظاهرات عشيرتي الضابطين، عشيره الشبلي وعشيره الركابي في محافظه النجف. يرددون هتافات تندد بالقرار القضائي بحبس الضابطين لمده 6 سنوات، واصفين القرار بالباطل. خلونا نشوف المقطع. نعم، أنت شرعت الباطل، حكمك ما مقبول. طبعا هاي القضية ذكرنا أعزائي المشاهدين بقضية مشابهة حدثت مع الضابط علي الشيع المالكي في محافظة البصرة قبل مدة، عندما قام بإلقاء القبض على معمم إيراني بتهمة تهريبه لمادة الزئبق، طبعا وفق مذكرة قضائية. كنا نعرف ما الذي حدث مع الضابط علي الشيع، حيث تم اعتقاله وإهانته وضربه كما تكلم هو على إحدى شاشات التلفاز وفي إحدى البرامج. بعد هذا اللقاء طبعا تم استدعاء وإلقاء القبض عليه مرة ثانية، كما نشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الجماعة زعلوا عليه، شلون يطلع بالتلفزيون
وشلون يحكي كل الحكي وما تعرض إليه من إهانة وتعذيب، وكيف أن الضابط تحدث أثناء المقابلة بأنه أحد السياسيين في البصرة أصر عليه تقديم اعتذار للقنصل الإيراني في البصرة، والضابط علي الشياع رفض تقديم الاعتذار لأنه قام بواجبه وألقى القبض على المعمم الإيراني وفق مذكرة قضائية. كل هذا يؤكد بأن الإيراني أصبح خط أحمر في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، حتى لو كان مجرم أو قاتل أو سارق أو مهرب، بينما المعتقل العراقي يهان ويضرب ويعذب، ومنهم من يقتل أثناء التحقيق دون أي صوت للقضاء في العراق تجاه المعتقل العراقي. أما إذا كان المعتقل الإيراني فالأمر مختلف، السيد يزعل، الحج يضوج، السياسي يغضب لأن مسوا أسيادهم وأحبابهم في إيران. طبعا هذا الأمر نربطه بتقرير لمنظمة Human Rights Watch اللي صدر قبل 4 أيام وسلط الضوء على ظروف السجناء من الرجال والنساء والأطفال ومعززا بالصور. التقرير جاء بعنوان العراق آلاف المحتجزين منهم أطفال في أوضاع مهينة، سجون نينوى الثلاثة تتخطى طاقتها الاستيعابية. نجي على التقرير بعد الاتصال. معنا اتصال أبو طاها من بغداد. تفضل أبو طاها. أبو طاها، السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية خاصة لك ولقناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هو مجرد معتقل إيراني مات بالسجن، نعم، زين، لا أثناء التعذيب ولا أثناء أي شيء، يعني موت طبيعية، مات بالسجن. احنا عندنا يوميا آلاف السجناء يكون بالسجون وما حد تنهز شعره من شعر بعيد، زين، على هاي الأبرياء العراقيين اللي يموتون بالسجون أثناء التعذيب، نعم، زين. ليش هذا إيراني قلت الدنيا عليه بأنه هذا من أسيادكم؟ تخافون من أسيادكم؟ خاف أطلع لكم من الكراسي مالتكم؟ زين، كم عراقي عندنا مات بالسجن من الجرطارية؟ شلون نفسر هاي ازدواجية المعايير؟ حقوقه، يعني ابن البلد يقتل، يعذب، يهان، يسجل لسنوات دون إصدار يعني قرار قضائي بحقه، مغيبين، بينما قضية الإيراني حتى لو افترضنا جدلا أنه مات بعد أو إثر التعذيب، ما شاء الله يعني الأمر ما أخذ وقت، سرعة سرعة القرار، أصدر قرار بحبس الضابطين اللي بالنجف، يعني بخلال ساعتين يعني ثلاثة اتخذوا هذا القرار، زين، اتخذوا هذا القرار على مدى الضابط، زين، وما متأكدين هو مات أثناء التعذيب أو صخبة قلبية أو موت اعتيادية مات، انقلبت الدنيا، قامت الدنيا قوم على مواطن إيراني ميت. شنو هو مات إيراني؟ هو مهرب يطلبوا لنا المخدرات للعراق، يدمر العراق، يدمر شباب العراق، قلبت الدنيا عليه قلب. هي قد تخافون من إيران؟ نعم. هي قد شنو الخوف اللي عندكم من اتجاه إيران؟ شنو هذا الخوف؟ بس أريد أفتهم شنو هذا الخوف؟ نعم، الخوف اللي عندهم أستاذ عمار، خاف في يوم من الأيام تيجي حكومة غير هاي الحكومة وهاي الحكومة تنخلع، زين، إلى جهنم وبئس المصير وتخف فيهم إيران، زين. نعم، أنا أشكرك أبو طه من بغداد. كان معنا اتصال أم علي من النجف. تفضل يا أم علي. أم علي تسمعيني؟ وياك. اي اسمعك ام علي. شنو رايك بقضيه اصدار قرار من قبل القضاء 6 سنوات حبس على الضابطين بتهمه موت هذا الايراني؟ وياك استاذ، وياك. اي نعم، تفضلي.
وياك. بالنسبة لهذا تقولون عليه لهذا الإيراني، نعم بالنسبة لهذا الإيراني خلي يشوفون دول المعتقلين اللي يسوون ديهم. اي نعم اي اي من يموت عراقي، من يموتون العراقيين بالبصرة وبكل المحافظات مات العراق ما حد يحكي. نعم ما تنصر التلفزيون ام علي الله يخليك، وما حد ياخذ حقوقهم دول المساكين اللي يظهرون بالبصرة على مود مي وكهرباء يقتلوهم ومعتقلين بالسجناء وما حد يحكي. بس من توصل يم الايراني ثم والدنيا قلب، يعني واحد ما عنده غيره على عراقه، ما عنده غيره على الشعب العراقي، بجد ما عنده غيره على الاجانب على ايران. نعم شن فسر هذا ام علي؟ على ايران على الفرق النجوم احنا نخبط الدنيا بعد شعبنا الميت جوع، الشباب ما عندهم تعيين. نعم شن فسر هذا ام علي؟ الجماعة على الغريب يتختخون ويخافون منه، وعلى ابن البلد يقتلوه، وعلى شعبنا احنا عادي قد ما عادي ما عندهم غيره. هم اصلا ما كانوا عايشين بالعراق، هم كانوا بالخارج جابتهم امريكا. نعم أنا أشكرك أم علي من النجف كانت معنا. نرجع على التقرير، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، ونربطه بقضية الضابطين اللي حكم عليهم القضاء 6 سنوات. إجا التقرير كما قلنا سجون نينوى الثلاثة تتخطى طاقتها الاستيعابية. بدأ التقرير بأن مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى تحوي آلاف السجناء في محافظة نينوى لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه ينبغي على السلطات ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز. بل خلينا نشوف الصورة الأولى اللي عرضها التقرير لزنزانة الأحداث في سجن تلكيف في محافظة نينوى. نشوف الصورة، هاي الصورة لأحداث نشرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. ناس فوق ناس لا يقدر ينامون ولا يقدر يتربع ويقعد ولا يقدر يوقف. وإيش صراح نجي على الأرقام مثل ما تحدث بها التقرير. طبعا هاي الصورة تم التقاطها بشكل سري وإعطاها إلى منظمة هيومن رايتس ووتش كما جاء في التقرير. هاي زنزانة الأحداث في سجن تلكيف في محافظة نينوى. خليج القضاء اللي يصدر قراراته بسرعة، من الشغلة تصير وتمس الإيراني، خليج يفتش السجون. هو واجبه، هذا واجب وزارة العدل تجي تشوف السجون، وهي تعرف طبعا أكيد تعرف بما أنه هم ما شاء الله عليهم هلقر سريعين ونزيهين وناس عندهم عدالة والقانون عندهم ما شاء الله يقرأ بمعدل 1000%، خلهم يصدون على أبناء البلد على العراق. نعم معنا اتصال. صباح من بغداد، تفضل. صباح. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نحن يعني نحكي ويا الحكومة الطائفية، الحكومة الفاسدة، يعني آلاف آلاف مؤلفة من أبناء السنة وأعداد يعني مو قليلة من أخوتنا الشيعة بالسجون، تم قتلهم بالسجون. يعني ليش ما صارت يعني تحقيق على الضباط، التحقيق اللي ظلموهم؟ مع العلم هم يعني ما ثابت عليهم شيء، مجرد تحقيق بالدريلات كانت يضربوهم دريلات، وناس سجون مخفية تم قتلهم وذبهم مقابر جماعية، وآلاف مؤلفة ما شفنا رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية طلع ودعا بدم اللي تم قتلهم حتى المحافظات السنية. يعني بعض التحقيقات تم قتل السجناء. ليش العراقي دم رخيص
وهذا الايراني اللي هو طبعا مجرم لان ما دخل سجن، ما يدخلون الايراني هيك اعتباطا تشابه او غيره، يدخلونه لو مخدرات لو اغتصاب لو سرقه. نعم هو حكى احد المتظاهرين قال لك لزموه يعني ويا مجموعه هم يعني نعم تروج المخدرات وماده الكريستال بالنجف وكربلاء، التفجيرات والمخدرات والكريستال وغيرها والحشيش كلها دخلت عن طريق هاي المجاميع اللي مدعومه ومسدوده من قبل القانون ومحميين من قبل القانون. والدليل اللي هذا الايراني الفارسي من مات من جراء التحقيق او مرض او غيره، ما حد حتى التحقيقات الطبيه ما كشفت سبب وفاته شنو يعني 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 ليش الدم العراقي احنا نقول رخيص عند ضباط التحقيق؟ ضباط التحقيق اللي دمرهم هواي عوائل ويتمم اطفال ورملهم نساء، ما حد صارت عنده غيره وقال هذول السجناء اللي تم تصفيتهم بالتحقيق جراء التحقيق اللي دمروهم بالتحقيق وماتهم. نعم. جراء التحقيق ليش العراقي ما حد انتفض عليه؟ الدليل على ان حكومتنا فارسيه بوزير دفاعها وزير الداخليه وضباط الاستخبارات التحقيق والشؤون وغيرها والامن الوطني كلهم ناس عصابات خدم للايراني. يعني شوف العراقيين من يسافرون لايران جاره السوء ايران يتم اهانتهم بعده طرق، سواء بالجوازات بالتفتيش بالشارع الايراني الموجودين عراقي يعني ما يحترمونه ويهينونه، وتيجي هنا تشوف بعض العراقيين تشوفهم اذلاء وخدم للفارسي. هو هذا العراقي ابو الغيره؟ يعني هيك العراقي يصير دمه رخيص؟ نعم. على ايد ضباط التحقيق وعلى ايد وزير العدل وعلى ايد وزير الداخليه، ماكو اي احد ينتفض على الابرياء الموجودين بالسجون. هذا يدل على ان القضاء غير عادل وضباط التحقيق مرتشين وناس ظلموا. حتى دول الاثنين يعني مو ندافع عنهم، هم جزء من هاي التحقيق والتحقيقات اللي جاي يصير، هم جزء ضباط تابعين الوزارة الداخلية وهم هم ظلمة. نشوف الظالم حبل الظالم قصير، فهذول هم ظلمهم، فربك وقعهم بواحد فارسي في سبيل يعرفون أهلهم أن شكل ظالمين الناس. فصارت إيه من عرف الله أعلم هل هم يعني حسب الكلام. نعم حسب الكلام يقول لك هم ضباط يعني كفاءة، وهذا اللي نسمع والله اعلم. ما نريد نتهم لو ضباط كفاءة استاذ. نعم. لو ضباط كفاءة كان قانون حماهم، كان يعني ما وصلهم لهاي المرحلة، كان وزير عدل وزير داخلية وقفلهم، كان يا رب العالمين يقفلهم. بس صدقني كل ضباط أخي صباح ناس مظلمين. ضابط ها مثل ما ذكرناها علي الشياع علق القبض بمذكرة قانونية، مو اجى مثلا لان والله هو ضابط وراد يكشخ بالشغلة، راح علق القبض على واحد معمم ايراني. اكو اخبارية، اكو شبكة يتهرب زئبق من العراق الى ايران والقى القبض عليه. عمي قامت الدنيا. ايه استاذ عمر، القانون يطبقونه بس على ابرياء العراقيين سواء سني او شيعي، اما الايرانيين خارج القانون. خط احمر الكل ضباط التحقيق الموجودين بوزاره الداخليه ان الايراني خط احمر ومحمي من قبل الحشد وما حد يقدر يندق به. وانت مثل ما ذكرت علي الشياع وغيره من ضباط، ما حد يقدر يعني الحشيش منين جاي يطب؟ كله من المنافذ الحدوديه. لا. العراقيه الايرانيه ما حد يقدر يحقق ولا حد يقدر يلزم خيوط شبكات تهرب هاي المخدرات اللي دمرت المجتمع العراقي. لكن احنا نحكي على وزير داخليه، على وزير عدل، على القضاة الموجودين بالنجف وكربلاء وكل المحافظات. يعني 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 اكو ناس معتقلين وماتوا ومغيبين صار لهم 9 سنوات وعشر سنوات وصل هم بالسجون، قضاياهم ما انحسمت، كله ظلم بظلم. اما الايراني من يموت الفارسي بالسجون العراقيه هذا يعتبر جريمه بحق الانسانيه، وجاره الخير ايراني يقوم يدافعون عنها، ما حط اي حتى بيان يحمي هذول الضباط الاثنين من الداخليه او تحقيق حقيقي في سبيل تبرئتهم. نعم. يعني ما اشكرك صباح، اشكرك صباح من بغداد كان معنا. ما اتصال ابو يوسف من كركوك، تفضل ابو يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يسعدك استاذ.
منورين بهاي البرنامج اللي يعني يحكي على حقوق الانسان في العراق. فضابط ايراني على قولتهم مثل ما يعني ليش الاف المخخخات من 2004 من 2003 لحد الان الاف الايراقيين ماتوا استشهدوا يعني هيك حرامات راحوا تأرملت الايتام وتأرملت النساء العفو وراحت الاف العراقيين بالسجون ولحد الان ما حد ما يقول فد عراقي مات. وشي ثاني استاذ اكو شيء حتى الريبه دخلوا في اموالنا يعني سبحان الله البركه ماكو في حتى رواتب الموظفين لو تشوف يعني بالثمانينات كان الموظف ياخذ 80 دينار يعني ينفق على عائلته وينفق على حتى على امه وابوه يعني يعيش عائلته كل عائله هسه يعني الموظف ياخذ فوق المليون 10 اوراق يعني بالدولار الامريكي وما يكفي ليش؟ يعني الربا دخل في المجتمع العراقي لما تروح تسحب اي يعني قرض اسكان انت عندك بيت راسا يخلون ربا لما تسحب راتب مثلا 300 راتب هم يخلون ربا ولذلك يعني سبحان الله البركه ماكو في الوقت في المال في الاهل ولو تشوفون هاي الكارتينيات بغداد في محافظات كلها نراجيل كلها بمخدرات كلها يعني دمروا المجتمع العراقي العراقي هو كله راس المشكله الايران يعني سبحان الله يعني فالايراني مات يعني شنو قابل يعني العراقي مو بشر يعني ما اعرف يعني شلون اعبر على هذا الموضوع اشوف يعني لقطات في السجون الاف السجون هذول يعني شنو يعني شنو وينهم مسجونين خلي يعني راس التحقيق اللي بني خلي يطلع من السجن واللي مرزق خلي يسجنه ما يخالف احنا ما نقول بس مو هيك فد مره يعني يجون يعني يدمرون الشعب العراقي يعني النظام السابق كان ماكو شيء قبل يعني ما نشوف هيك سجون منتبهه بالسجون يعني ما اعرف شلون اعبر يعني شعوري يعني ما اعرف شلون يعني العراقيين يعني سبحان الله ما نعرف والله يعني مفخخات جابوا مثل ما نقول مخدرات جابوا الربا جابوا شكو يعني اذيه ليش تعب جابوا حتى بيض الفاس بالشرقيه نعم يعني ايراني بيض فاس طلعوه بالشرقيه على قناه الشرقيه على الانترنت الناشرين بيض فاس ايراني يعني كرتونات تجار مخلين بالطريقه العراقيه يعني بينه وبير عراقي الدجاج فاسد، البيض يدوسونه فاسد، انا بالتسعينات كنا بالعراق من فترة الانتفاضة، يعني حتى الأكل كان المي الشرب كان يجيبونه وفخ في سبيل يدمرون الشعب، واحنا كنا يعني منزلين من الضيق، بس سبحان الله دمرونا، حتى الملابس كان يجيبونه قديم، كنا نقول ليش يقول هاي تبرعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمم المتحدة جات جايبنا أنا شو الشعب يعني قال يا اخي ليش ما بس قديمه؟ ليش لا قلتلكم؟ قلنا والله ايش جابونا؟ يقولون كلهم يغيرون بالمحافظات الايرانيه بالجديد يجيبون مستعمل. يقولون هاي تبرعات جمهوريه اسلاميه، يا اخي ما جمهوريه اسلاميه، جمهوريه الغلط هذا. دمر العراق الله يدمرهم. شوف الزلزال صاير بينهم بين فتره فتره يا اخي زلزال يصير بينهم، بين فتره فتره يعني مشاكل يعني حتى اقتصادهم صفر صار من وراء يعني من ان شاء الله الله يدمرهم. نعم أنا أشكرك أبو يوسف من كركوك كان معنا اتصال أبو فيصل من السعودية تفضل أبو فيصل السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ عمر أهلا وسهلا بك شلونك حياك الله يا أهلا بك تحية لك أستاذ عمر تحية القناة تحية الكادر القناة تحية الشعب العراقي كل العراق الشريف ودي الاحتلال الإيراني المجرم بالنسبة للضباط العراقيين اللي وقفتهم هذه الحكومة المجرمة فهم أبطال والإيراني هو هذا الإيرانيين جارة السوء هي التي تجلب الحشيش وتجلب البلاء للعراق فلن يستقر وضع العراق إلا بإنهاء الوجود الإيراني الإجرامي بالعراق كل ما يجري بالعراق هو من وراء جارة السوء إيران وهي أخطر من الولايات المتحدة على العراق فنحن نهيب الشعب العراقي أن يتحرك وأن ينقذ نفسه لأنه لا ينتظر من هذه العصابات حل نهائيا فالحل هو دمار العراق وهم مجموعة حفلات إيران السراق وخونة وكلهم قاتلوا مع النظام الإيراني ضد العراق كل يعرف هذه التاريخ يعيد نفسه هم هذول نفس المجرمين نفس اللي قاتلوا مع الخميني ضد العراق ضد عراق العروبة فهم أحفاد سترة والمجوس وتحيي لك وتحيي كل عراق الشريف حياك الله يا أهلا بك أبو فيصل من السعودية كان معنا طبعا
لما فقيه وهي مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش قالت تحتاج الحكومة في العراق بشدة إلى إعادة بناء مراكز الاحتجاز وإعادة تأهيلها، وينبغي للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياط الثلاثة في شمال العراق تل كيف والفيصلية والتسفيرات في مجمع الفيصلية 2500 شخص بحسب ما أفاد أحد كبار خبراء السجون في العراق. هذا بالتقرير، تقرير هيومن رايتس ووتش طبعا، وطلب عدم الكشف عن هويته في التقرير. وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4500 سجين ومحتجز تقريبا، من بينهم 1300 شخص حكموا وأدينوا وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد. الخبير قال للمنظمة الدولية بأن السلطات كانت لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم رغم مرور 6 أشهر على إدانة بعضهم. زنزانة النساء في سجن تل كيف، خلونا نشوف الصورة، نشوف الصورة زميلنا المخرج لزنزانة النساء في سجن تل كيف في محافظة نينوى. هاي الصورة، هاي وضعية لزنزان السجناء، النسوان ويا أطفالها، ويا أطفالها في سجن تل كيف في نينوى، ناس فوق ناس، يعني ما أعرف، ما أعرف شو نحكي شو نسولف وين نتوجهها. لا هم فالحين بالتعليم، لا هم فالحين بالصحة، لا هم فالحين بالبطاقة التموينية، كل شيء ما فالحين الجماعة ما شاء الله. نريد بس ملف واحد ينجحون به، أنا أقول لك والله ملف الفساد ما شاء الله عليهم نمبر 1 على العالم، يستاهلون جائزة عليها. يعني وضعية مزرية، وضعية مزرية للسجون في العراق، أطفال ونساء. والقضاء لا يبت في قضاياهم، ما يقول لك والله هاي المرأة عليها قضية والقاضي يصدر قرار بحسب أدلة صحيحة واقعية وبحسب قانون نزيه وتنسجن تأخذ إذا هي عندها تهمة، أما إذا هي مشتبه بيها والله ما أدري شلون. يعني ثرجوا على الناس حتى الله يثرج على العراق. نعم، معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. هيا لحضرتك إلى قناة. أهلا وسهلا. عراق شريف. أستاذ يعني هسه إحنا كل عراقي موجود إذا كان سني وإذا كان شيعي كل واحد ينتقد إيران، هذا مصير الاعتقاد. زين، يعني مو بس بأهل النجف، أهل البصرة، أهل النجف، أهل الأنظار، أهل ال يعني بكل مناطق العراق. ليش؟ لأنه العراق أصبح ساحة تحت مراقبة إيران. إيران هي الكل بالكل، هي تخاف على أبنائها. ليش ينقتل واحد إيراني أو يموت واحد إيراني؟ قد يكون هو مريض جاب النيا من إيران ووقع براس العراقي وابتلى به ودخلوهم سجون. زين، يعني غير المفروض أكو إصابات، يعني من كتله يموت، يعني هذا معناها مريض، هذا مكسل ورايح ورايح حتى قلبه رايح. زين، فاحنا بنشوف احنا يعني انا اشوف انه هذول حراس الحدود وضباطهم وهاي الشغلات الامنيه لا هم قادرين على الحفاظ على سياده العراق ولا هم محافظين على حدوده، وهم كيفهم تدخل المواد الكبسله والمخدرات وشغلات الشغلات الغير المستحبه الى العراق. يعني يعني هذول يعني مقابلين الموظفين اللي موجودين على الحدود، يعني ما يقولون احنا شنو قاعدين خضراء الخضرة انه قاعدين على الحدود، كل شيء نقدر نسوي اي شغله تصير لانه من قبل خارجي يدخل الى الدوله انه يتحمل مسؤوليتها العراقي. زين، هذول يعني الى متى هذا الوضع؟ حضرتك بتقول انه انت تحسين وضع السجناء، هو شنو اللي صار بالعراق انه حتى يحسنون وضع السجناء؟ ايش الاعتقالات مملوءه بالسجناء اذا كانوا سنه واذا كانوا شيعه؟ نشوف عن بالنسبه للنساء
وبالنسبة للأبطال اللي موجودين وياهم والحالة المزرية اللي يعيشها العراقي. يعني هو شنو بالعراق زين يعني حتى إنه يعني حتى نقول إنه زين. بعدين عندنا اللي انتقلوا أرس الخفاجي، ليش انتقد إيران؟ مسؤول عراقي انتقد السعودية، أيضا إيران انتقدت الحكومة العراقية إنه شلون مسؤول عراقي يمدح السعودية. نعم. أنا أشكر شم عبد الله من بغداد كانت معنا، معنا اتصال أم كرم من الموصل، تفضل يا أم كرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على مدلس الجناء المظلومين المعتقلين بيد الحكومة. نعم. وكانوا عداعش، وين مصيرهم؟ ليش يتسوون بيهم؟ وهم مظلومين؟ احنا نريد الحكومة تفرج عنهم. كم سنة احنا ما عبالك تحررنا، احنا نريد الحكومة تفرج عن السجناء كانوا عداعش مظلومين. كل شيء ما مسوين الحكومة خذتهم ودتهم جوا الأرض. يعني هم كانوا مسجونين عند داعش وهسه مسجونين عند الحكومة. حررتهم فحررت القوات الأمنية وعن نروح ندور ونسأل ما حد يعطينا حس ولا جواب ولا خبر. وقبل كان الرئيس السابق قال موجودين، هم كانوا تابع للحكومة يشتغلون ويا طرق حكومة يعطون معلومات على داعش وضيعوهم الحكومة. وإحنا نريد السجناء المظلومين كانوا عند داعش. No. حكومتنا يوم تجي حكومة جديدة كل شيء ما تسوي لنا خير. احنا عارش ندور الحكومة، هذا العراق ما يصير براسه خير ابد، ما يصير براسه خير. واني اطلب منك من قناتك المفضلة التابعة لدول الملف المفقودين كانوا عند داعش، اترجاك. نعم. والله هذا نعرض احنا هو هذا يعني تقريبا كل اسبوع احنا حلقة من حلقات صوتكم لموضوع المعتقلين. الله يخليك، هذول المظلومين كانوا عند داعش والله. نعم. حرروا القوات الأمنية ودوهم ما أعرف وين، خذوهم على بغداد. انت تروح على بغداد ما يعطونا خبر، واللي يطلعوا في جناح يقولون بلا حرروهم، واللي يمشي ويا الحكومة هم يقع، هذا هو مصير يعني العراقي. نعم. والدواعش حيطلعونهم بفلوس، كلهم حيطلعونهم متفاتر وبفلوس حيطلعونهم حكومتنا. الدور العراقي يصير براسه خير؟ لا حول ولا قوة الله. المنظمات عم تسأل على سجنائنا والحكومة ما عم تسأل. إيه يعني بالفعل إيه والله. تفتح ملف السجناء. نعم. الله يسلمك ويخليها القناة المفضلة. الله يسلمك. برنامج خاص للقناة دول السجناء كانوا معتقلين عند داعش. نعم. والله إحنا صارنا كم سنة ولا عايشين، عبالك ميتين. لا إله إلا الله، الله يفرج عنهم يا رب، الله يفرج عن كل بريء يا رب. والله هم ميتوا وأهاليتهم كلهم ميتين، المظلومين عند داعش. تعال شوف أهل الموصل. ميتين على ذول كانوا عند داعش سجناهم، قبل عند داعش ظلموهم ما عندهم رحمة، وأما الحكومة تظلمهم يعني. نعم. ليش الله ما يقبلها؟ الله يسلمك، الله يخليك ويحفظ قناتك، أريدك حلقة خاصة تحكي هذول المعتقلين كانوا عند داعش. تؤمرين أمر. أحسن من الحكومة. إن شاء الله. الله يسلمك، لا يمر عليه الظالم. الله يسلمك. تسلمي لهم الله يخليك ان شاء الله. الله يخليك، حياك الله. يا هلا هلا بيك، هلا ام كرم. مع السلامه. ام كرم من الموصل. معنا اتصال ابو مصطفى من السويد، تفضل ابو مصطفى. عليكم. وعليكم السلام عليكم. ورحمه الله، حياك الله يا اهلا بك. حيا لك اخي عمر وتحيا قناتك. حياك يا اهلا بك. اهلا وسهلا. الله يحفظك. والله اخ عمر شوف، هذول الايراني دا يجون دا يجيبون حشيشه كلهم، اكثرهم هم تابعين حرس الثوري، يعني مو رجل عادي دا يطب، يعني مثلا واحد عادي فقير، لا هم ذولا كلهم من الحرس الثوري مدعومين. فالحكومة العراقية ما يسمى هي مو حكومة، ميليشيات، بعدهم حكومة ميليشيات ثم نصبوها. فهذولا ما يقدر يحكون وياهم، يعني ما يقدر، يعني شلون هو من الحرس الثوري، فهم دي أمرهم، يعني أنتم موظفين عند الحرس الثوري عند الإيرانيين، فما يقدرون. وهذا الفطس واحد ما احترى ما حد ضربه، ترى هذا ماخذ جرعة وميت، لا تصور أحد يضرب عود، يخاف واحد يضربه، ممنوع منعا باتا يضربوه. زين، وخاصه من يجي فارسي وايراني ابو النعلشه من يقدر يحكي وياه؟ فيخافون يحكون وياه، فيقول لك هذا وراء حرس ثوري، فهذا ماخذ حشيشه بس يجي وميت الى جهنم وبئس المصير. لا احنا مر يا عمر. نعم، احنا اللي عمر. نتكلم به ابو مصطفى. أي. يعني اوكي احنا خلينا نجي ويا قرار القضاء الخاص بهذه القضيه، قضيه الايراني اللي مات تحت التعذيب كما يقال او اثناء. أي. التحقيق. زين ماشي، مثل ما انت عادل مع الغريب هم صير عادل مع هالبلدك. بالضبط. وهم اولى. بالضبط. هم اولى. اولى. اخ عمر. نعم. اخ عمر الله يرضى عليك، خلت اسمعني واسمعني المشاهدين. نعم. والله الذي لا اله الا هو، راح اروي لك فت حادثه وانا صادق امام الله، وانا مريض لحد الان من الحادثه. نعم. انا في 2006 اعتقلت. نعم. في سجون سريه.
بغداد. اي والله يشهد الله 45 طعنة حربة في ظهري لحد الان. ودريال في رجلي زين، وعدل كسر في يدي اليسرى. شنو التهمة اعتقلوك بيها؟ والله شوف حتى اكون صادق يعني، حتى ولا خوفا ولا كل شيء، بال 2006 واقفين سبيت الامريكان من صغير وملاك بيهم، ورجعت على خميني نبشته ورا شوي راح يتقلوني. هذا لا تقول مثلا عمليات مسلحه، لا تقول مثلا كنت قاعد فرقه بالمنطقه واقف سبيت ايران، قلت لعنه الله على 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 الامريكان اللي جابوا هيك حكومه، ولعنه الله على الخميني اللي جاب لنا هيك ناس. ورا ساعه ولد المنطقه خبروا عليه قالوا ترى هذا بالقاعده، كانت قاعده قبل وبعثيه كان يسموه، او لو بعثيه لو قاعده شالوا نسيان زين. وانطوا اسمي القناه العراقيه قناه الحسينيه مال لقم، تم القبض على احد ما اريد اجيب اسمي هم النعيمي ذيابة، شنو سالفته؟ احد قاده تنظيم القاعده. هاي فد اي يعني شلون يجي يطلعون؟ ما طلعت 13 يوم الا جو الامريكان كسروا سجن يلا طلعنا. نعم زين، وطلعنا شنو؟ طلعنا مفلشين. ويوميا ياخذون اثنين ثلاثه اعترف مو يعترف راح شيء يجي يقشفرون هذول شياطين، تعال اعترف وثق وحق الحسين راح اطلعك. هذا يقول لك ثق يعني حلف بالحسين يعني راح صدقوا به. فشو يسوون؟ ياخذوه يذبوا على السده، هاي مال الثوره تدري ايش قد اكو هناك جثث من اهل السنه. والسجن يعني محترماتي للطائفه اللخ اللي كان بالجادريه ها ابو مصطفى؟ بالضبط بالضبط اي مال الجادريه بالضبط، ولا واحد شيعي مع احتراماتي لاهل الشيعه. نعم. ولا شيعي كلها سنه زين. ولا هو سجن خاص كان. نعم سجن خاص، وحتى المدير السجن عميد انا قلت له يا بت ما كنا ضابط بالنظام السابق شيء دير بالك علينا ترى احنا هم خدمنا بالنا، كان يقول لي عمي انا ما خادم انا منه جيت من ايران 25 سنه طول رتبه عميد، يلا بشرفك لا يقرا ولا يكتب انطوه رتبه عميد زين. هي هاي دوله واحد يعتمد عليها؟ نعم. هم ذولا مال الدوله. أنا أشكرك أبو مصطفى وأعتذر على المقاطعة لأن أكو اتصالات. أم أحمد من الموصل، تفضل يا أم أحمد. ألو. تفضل. يا أخي على مود المعتقلين اللي اعتقلوهم الجيش بوقت التحرير ووقت ما حرروا وقت داعش، هم معتقلين بوقت داعش. اعتقلوهم الدواعش وجو حرروهم الجيش وماكو ما نعرف وينهم، ولا نعرف وين مصيرهم، ولا نعرف بأي سجن هم. حكومتنا فاشلة يا أخي، نريد حكومة دينا تيجي تحكم هذا البلد. ماكو ما أشوف خير هذا البلد، ماكو حكومة دينا يا أخي. وقت التحرير هم اعتقلوا وهم آلافات، وبعد التحرير مظلومين مع دواعش اعتقلوهم 100 مليون السجون يا أخي. خففوا من السجون، طلعوهم قلوا ذويهم، هل ما يعرفون وينهم؟ خلطوا الأخضر واليابس، المظلوم والما مظلوم والداعش والما داعش، ليش؟ لا تعملين هالشكل. عندك احد من ولدك معتقل ام احمد؟ عندك احد من ولدك معتقلين؟ والله العظيم عندنا ثلاثه معتقلين، ابويا واخويا واخو زوجي، والله العظيم ما بهم واحد داعشي. نعم والله العظيم جيب المحكمة. يعني كان معتقلين عند داعش وبعدين هسه عند الحكومه لو شلون؟ عندنا واحد معتقل عند داعش. ايه؟ تريد انطيك اسمه، تريد انطيك عنوانه، كلش تريد انطيكه. نعم عند داعش وحرروا الجيش وما نعرف وينه. ومن عداء اثنين وقت التحرير وجانا الجيش على البيت وانتقدوا ما نعرف وينهم، بس اللي يعرف وينهم ماكو. تريد انطيك العنوان، انطيك التاريخ، ايش تريد انطيك؟ والله العظيم ما عندنا واحد داعشي واعتقلوهم هيك الحكومه ما دواعش. نعم. وقت التحرير ليش يتحرروهم؟ احنا بدنا نتحدى نتونس نخلص نشوف دنيتنا. والله ما حس ما حسينا بالتحرير، ما حسينا بالعيد، ما حسينا طعم الفرحه. نعم. مقهورين عليهم. زين تقابلوهم ام احمد؟ لا لا. تقابليهم؟ نعم. تروحين للسجن تشوفيهم؟ ما نعرف وينهم يا أخي، ما نعرف وينهم بدنا نقابلهم. نروح نسأل ما حد ينطينا جواب، ليش؟ عنده مسجون بالسجن، من يروح يسأل غير يقولوا له ابنك موجود، أخوك موجود، ليش هم ما ينطون خبر؟ أش عاملين ما ينطون خبر؟ لولا دواعش ما يخاف لا ينطون خبر. نعم. بس ما دام هم أبرياء ليش ما ينطون خبر؟ يا أخي حكومتنا فاشلة. إحنا نريد نداعي بالمنظمات الدولية، أجنبية، عربية، ما مهم، بس المهم منظمات دولية بقلب رحمة. لان حكومتنا ما قلب رحمه. نريد الداعي كل السجناء المظلومين، ليش هذا التعذيب؟ ليش هذا التعذيب بالسجون؟ ايش عندنا هذا التعذيب بالسجون؟ نعم. انا اشكرك ام احمد، نسال الله ان يفرج عن نعم عن كل الابرياء.
أم علي من ميسان، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. عين اليوم أني على موضوعكم. نعم. إيش دعوة على الحكومة يعني انقلبت على الإيراني؟ نعم. يعني إيش دعوة عليهم؟ ليش حكموا الضباط؟ يعني حشاك مو آدم وجاي يجيب مخدرات؟ يعني حطموا الشباب؟ روح شوف أهل البصرة، يروح نسوان جاي تشرب. إيش دعوة يعني ليش ما يقولون هاي المحتقلين؟ أكو شباب، أكو شباب والله ما عاد هالشي يطببونهم يعني يعذبونهم، يقول أنا عد الشي من قد التعذيب. نعم. يعني من قد التعذيب. ليش هاي الحكومة؟ ليش قبل يقولون النظام السابق مو آدمي؟ لا هسه هاي النظام مو آدمي. هاي الحكومة حشاك فاسدة مو آدمية، يعني حتى يا ما بالسجن مظالين. يعني بس الشعب جبان ما يطلع ويسقط هاي الحكومة. ليش هاي الشباب؟ ليش؟ يعني ليش هاي الشباب انضمت؟ حسبي الله ونعم الوكيل بيهم. احنا النسوان احنا لو يعني احنا نطلع نفتر حكومة والله العظيم. ليش هاي المحتقلين؟ ليش هاي الشباب عوائلها ضالة واطفالها ضالة؟ نعم. ليش يعني يحكمونهم ضابطين على مود حشاك جاي يعني يطبب مخدرات للشعب العراقي؟ ليش عندهم الشعب العراقي؟ ليش عندهم هيك رخيص؟ أنا أشكرك أم علي من ميسان كانت معنا. طبعا يعني بآخر دقيقتين نقرأ رسائل الواتساب على السريع. يقول والله الوضع ما ينطاق، الكل يشكي والحاكم حاير بنفسه، والله عليهم الله عليهم يخلصنا منهم. رسالة أخرى يقول فيها، يقول هي يعني صارت بالعكس، أنا وابن عمي ويا الغريب مو عليه وصار البلد سرقوا فلي الإيران. هذا ملخص الدستور العراقي. رسالة أخرى يقول فيها، سجون أخي، السجون العلنية والسرية في بغداد والمحافظات مملوءة بالسجناء الأبرياء العراقيين وهي تحت إمرة الميليشيات الإجرامية والأحزاب الفاسدة. تحياتي لكم، أخوكم أبو عمار من السويد. رسالة يقول فيها، يقول تحية لكل عراقي الشريف يسمع صوتي لأننا حراس الشرف والدين استهدفونا، وألف تحية لكل مظلوم في سجون العراق الذي لم يعد لأهله، وعلى رأسهم الضابط البطل علي الشياع المالكي والمغيب جلال الشحماني، ولكل عراقي أصيل دفع ثمن صوت ضميره نصرة للحق، دفع ثمنه غاليا لكن يرجع العراق لأهله إن شاء الله. متابعوك يقول متابعيكم من ولاية فرجينيا. طبعا أنا أعتذر عن عدم قراءة الرسائل الأخرى لأن وقت البرنامج انتهى. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.